التفسير. قال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك. ها، ما معنى هذه العبارة الأولى قبل ما نكمل الباقي؟ يا جماعة خلوني أشعر أنه أمامي طلبة علم بيحكي عربي. شو أنتوا عرب ولا شو؟ تفضل. العلم فخر لصاحبه. كيف فخر على صاحبه؟ أي يزيده مثلا. لا لا ركز، يعني قربت أنت في البداية بس تتمة. قالوا كمان مرة مبين. وقال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك. ها، ما معنى هذا الكلام؟ من المستحيل إذا نسب إلى شخص أنه من أهل العلم أن يحزن أو أن يحزن. نعم، من شرف العلم أنك لو قلت لأي شخص أنت عالم إيش؟ يفرح ويصر. لو جيت لواحد قصير تقول له أنت عالم بالقصارة بزعل؟ ما بزعل. واحد حداد أنت عالم بالحدادة، واحد لحام طباخ ما هو سرجي يفرح. كل من نسب إلى العلم يفرح. إذن هذا يكفي أنه فخر للعلم. طب شوف التتمة. أيوة. وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. ما معنى هذا الكلام التتمة؟ ها، عكس الأول. عكس الأول. أي إنسان نسب إليه العلم فرح هذا الكلام. انتهينا. شو القسم الثاني؟ نعم، كل من نسب وقيل له أنت جاهل يحزن ويغضب حتى لو كان جاهلا. هذاك يفرح حتى لو لم يكن عالما. يا جماعة يكفي فخرا هذا في العلم، فكيف تقبل على نفسك أن تكون جاهلا؟ علم بده تعب. بنقول لكم جيبوا الكتاب إن شهرين، كتاب حقه 20 ليرة بعد جايبه، وفي طبعة ب 15. علم أصلي هذا. الناس اللي تقول لي بدي أفهم، بدي أفهم، طب اقرأ. لا أنت قاري خلوي ولا أنت قاري.